كاكي قاعدين نطلع شو بيعملوا فين بهالدبدورهم بضايقوا عليهم. وين يروحوا العالم يا خالتي؟ وين يروحوا؟ حاطينهم بجورة وهم بتطلع عليهم كلهم حاطيننا، واحنا في جورة حاطيننا. أخذوا أراضينا، الأراضي أخذوا نعملوا لهم سفلتات. مش حرام عليهم؟ مش الحق على الرئيس اللي قاعد في البلدية؟ هذول اللي قاعدين اللي هناك في البلدية قاعدين للكاوش هاي واللي نص كافيه. توقعت إنه يهدم البيت؟ لا والله ما توقعت يا خالتي، والله ما توقعنا. كنا مشان بجوز إنه يعني ينطونا مهلة، ما توقعنا. كده صار هذا البيت مبني لضياء ابنك، صار له سنين؟ آه إله بيجي من 2014، بس بيت الدرج باكي مش مبني. أجوا بنوا بدهم يسقفوا، لهم جايين حطوا الورك على الباب وقفوا، ما حدا اشتغل. أهل البلد يوقفوا زي العالم، يطلعوا يعملوا مظاهرات، يعارضوا على هذا اللي خذوا منهم سهلهم كله، أخذوا ما خلوش العالم شيء. الله يا خالتي، باع داره لأخوه، حياة المصحف وحياة هذا المتجلي على عباده، باع داره لأخوه وجبنا وبده يسجن، هو يسجن فيه، بده يكسر هاي الدار ويسجن فيها. طلع شو عملوا فيه. ممكن أحكي لك على المأساة اللي احنا فيها، يعني حققنا أهدافهم اللي ومطالبهم اللي كل مارس كل أنواع الضغط إنه نهد الدار. شو اللي أحكي يعني، هدموا حلم مستقبل، حلم الشباب. يعني عشان اليوم تبني دار بدك تحوش 20 و25 سنة و30 سنة تشتغل عشان تكون دار وتبني دار. بوجه الرسالة لأعضاء الكنيسة اللي بكت دعاية الانتخابية لإلهم إنه يوقفوا الهدم. ما شفناش واحد منهم واقف معنا متضامن غير الدكتور أحمد طيب إجا مرة، وحسب ما أنا شايف أصلاً أخرى يعني بكتش جينته يعني إلها فايدة. بوصل صوتي لكل الناس، كفاكم سكر، لازم نوصل صوتنا، لازم نرفع صوتنا، لأنه اليوم ضياء جابر انهدم، بكرة فيه أخرى 48 دار دين هدمن. إذا نضلنا هيك نضلنا نايمين، بدنا نوصل لمرحلة إنه كل يوم والثاني نصحى الصبح على خبر من النار. فيش حتى الواحد يحكي يعني، طلع الدمار، وجه الكاميرا هنا على الدمار هاي الموجود هنا. حققنا لهم أهدافهم اللي هم بكوا بدهم يوصلوا لإياها، مارسوا كل أنواع الضغط على صاحب البيت إنه يهد، هذا إحنا هدينا لهم. نشوف شو هسه النتائج تاعياتهم لقدام، هل دي يستمر الهدم ولا دي يوقف الهدم.